هذا الوجه قد يبدو لكم مخيفاً، تم العثور عليه في أحد المقابر الفرعونية. شكل العين بيظهر لنا بصورة مرعبة، خلونا نشوف الصورة بشكل أوضح. في الحقيقة أصبحت أكثر رعباً الآن. يا ترى إيه الحكاية وليه شكلها كده؟ كمل معايا للآخر، ومعاكم محمود من قناتكم 3 Strangers، ويلا بينا نبدأ. بس حابب قبل ما نبدأ تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك على الفيديو عشان يوصل عدد كبير من الناس. سنة 1898 أثناء التنقيب عن الأثار بالقرب من منطقة مجمع معابد دندرة في قنا تحديدا، بيكتشف العالم الأثري ويليام ماثيو فليندرز بيتري مقبرة فرعونية. المقبرة دي مجهولة الهوية، أو ربما لم يتم الإفصاح عنها من خلاله. بيتري ما تكلمش عن المكان تحديدا اللي لقاها فيه، بس كل اللي معروف إنها بالقرب من مجمع معابد دندرة. المقبرة كان بداخلها الرؤوس دي بالإضافة لمومياوات. في لحظة الكشف عن المقبرة دي كان الأمر محير ومخيف في البداية، لكن بعدها بيعجب الأثري بيتري بالرؤوس الغريبة دي. خد الرؤوس دي وسافر بها البلد وساب وراه المومياوات، وده بسبب شدة إعجابه بالرؤوس دي ساب المومياوات في مكانها ومشي. من البداية وإحنا فاهمين إن الموضوع غريب وغامض، الكل كان معتقد بكده، لكن بعدها بفترة الرؤوس دي بيتعمل عليها دراسات وبيتأكدوا بأن الرؤوس دي بترجع لتماثيل خشبية، لكن اتعرضت للتآكل من النمل الأبيض. النمل كلها لحد ما تركلنا تلك الرؤوس الغريبة. في البداية كان الأمر غريب ومحير، لكن بعد ما ظهرت وثيقتين مدونين من قبل بيتري بيتأكدوا أكتر وبيفهموا لغز الوجوه بالكامل. بيشير بيتري بأن الرؤوس اللي لقاها في المقبرة تخص امرأة، أما باقي التفاصيل فهي مجهولة حتى الآن، وده بسبب ان المقبرة كانت متدمرة بالكامل، وتقريبا بسبب لصوص المقابر، ولحد دلوقتي بتفضل لغز غامض. لمين صاحبها وايه تاريخه؟ الرؤوس دي موجودة حاليا في متحف بيتري للآثار المصرية في لندن انجلترا تحديدا. الغريب هنا ان كل موضوع بتكلم فيه الآثار دي بتكون برا مصر، مش عارف ازعل ولا افرح، بس اهو عرفتكم باللي حصل. ودي كانت حلقة سريعة كده ومختصرة عن الرؤوس المرعبة دي. ولا هي مرعبة ولا حاجة، ده النمل اللي كلها، بس عشان ناس كتيرة بتتكلم عليها وبتقول اني متلبسها جن. بصوا انا كده خلصت، ركزوا في الصورة دي شوية وبصوا في العينين دي هتتسحروا. عارفين كده يا جدعان في حاجة غريبة، اللي بيهتم بالتاريخ المصري القديم زي ما تقول كده بيتسحر بيه. هتلاقوني هنا بتكلم عن المواضيع دي كتير. دي حرفيا جميله جدا. وكان معكم محمود من قناتكم 3 Strangers والسلام. حاجه اخيره يا جدعان، المصادر بتاعت الفيديو ده جبتها من موقع اجنبي، فيا ريت يعني بجد اللي يعرف معلومات اكتر عن الوجوه دي او حد عنده معلومه عن التماثيل دي يعرفني بها في كومنت تحت.